ايه ده؟ ازاي ده مش في المقاطعه؟ ازاي ده مش في المقاطعه؟ لا انا مصدوم. بما ان في ابلكيشن جديد بيقول لنا ايه المنتجات المقاطعه وايه المنتجات اللي فعلا مش مقاطعه، فانا دلوقتي جيت السوبر ماركت علشان اشوف ايه المنتجات اللي فعلا مقاطعه وايه المنتجات اللي هنمشي عليها الفتره اللي جايه. ماشي، اول حاجه اشوفها هي النسكافيهات، لان دي اكتر حاجه عليها اقبال عندي. ناخد واحد من النسكافيه ده ونيجي عليه كده. طبعا نسكافيه مقاطعه. سيرب مونين ده السيرب اللي انا بستخدمه دايما. سيرب مونين مش مقاطعة، بس انا مش عارف، مش مقتنع. دي كده كوفي ميكس. كوفي ميكس نشوف اذا كان مقاطعة ولا لا. كوفي ميكس مقاطعة. كوفي ميكس مقاطعة يا جماعة، كوفي ميكس مقاطعة. اتضايقت قوي ان كوفي ميكس مقاطعة بجد. نشوف دلوقتي القهوة بتاعت الي. كده هشوف ابو عوف، لان ابو عوف في ناس كتير قالت ان هو تبع المقاطعه وان هو تبع الامارات او حاجات كده، فانا هشوف ابو عوف مقاطعه ولا لا. مش في المقاطعه. دلوقتي احنا عند الشيبسيهات، اتاكد من شيبسي ودوريتوس وشيتوس. ده شيبسي مقاطعه. هشوف دوريتوس مقاطعه، شيتوس، وانا اتمنى ان شيتوس ما يكونش مقاطعه بجد لان انا بحبه جدا. ممكن نتكلم على البدائل. اعتقد ان شيبس بيج ده بديل، والشيبس ده طعمه حلو جدا على فكره، بس انا هتاكد اذا كان قطع ولا لا. بعد كده هنيجي عند الشاي. شاي ليبتون طبعا. شاي ليبتون مش في المقاطعه. شاي ليبتون مش في المقاطعه. مش مصدق وعايز اتاكد بصراحه. طيب هو عايز اقول لكم ان دافيدوف ده يا جماعه هو معانا، بس احنا اللي مش معانا نجيبه. ركن ستاربكس ده يلا يعني. دلوقتي حاجه جهينه. جهينه مش في المقاطعه. انا مش فاهم مين قال ان جهينه في المقاطعه يا جماعه. جهينه مش في المقاطعه. في الالبان لبن المراعي. طبعا يا جماعه الحيطه اللي ورايا دي كلها تودينا جهنم. دلوقتي بيبسي وكوكا كولا وسبرايت وفانتا. بيبسي انا توقعت بيبسي طبعا مقاطعه. شويبس خوخ بالتحديد. شويبس خوخ بالتحديد عايز اشوفها. شويبس جولد مقاطعه للاسف. كورن فليكس طبعا، لان في كذا حد بياكل كورن فليكس. كورن فليكس مش في المقاطعه. قسم الشوكولاتات كادبري مقاطعه، يعني هو اول ما شمها مقاطعه. شوكولاته كيندر. كندر مش في المقاطعة. شوكولاتة كندر، أي حاجة كندر بقى. كيت كات. بعد كده نوتيلا. نوتيلا مش في المقاطعة. ده لوتس. اللوتس حتى لوتس كمان مش في المقاطعة. الصلصات. الصلصات صلصة هاينز طبعا. صلصة هاينز مقاطعة. في صلصة، في صلصة جهينة للي عايز صلصة. كنور فاين فودز. كنور فاين فودز مش مقاطعة. طبعا التونة. التونة ليست في المقاطعة. التونة مش في المقاطعة. دايما شفتوا في منتجات كتير جدا طلعت مقاطعة انا ما كنتش اعرف ان هي مقاطعة، وفي منتجات كتير جدا طلعت مش مقاطعة انا ما كنتش اعرف ان هي مش مقاطعة. فلما تنزلوا السوبر ماركت حاولوا تعرفوا ايه الحاجات المقاطعه وايه الحاجات المش مقاطعه. على قد ما قدرت الحاجات اللي انا بستخدمها دايما قلت شوف هي مقاطعه ولا لا، بس اكيد في حاجات كتير قوي انا ما شفتهاش، فحاولوا تتاكدوا قبل ما تستخدموا اي حاجه هل هي مقاطعه ولا لا.